مظبوط. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده لوزارة الشباب والرياضة اللي دايما بصراحة بتقوم بأنشطة كتيرة جدا، كان منها احتفالات اليوم العالمي للشباب اللي لسه لحد دلوقتي مستمرة. خلينا هنروح نشوف جزء من الاحتفالات دي وبعد كده هنطلع فاصل ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم. بقول في اليوم العالمي للشباب ان سيادة الرئيس مهتمش بس بشباب المصري داخل مصر، هو اهتم كمان بالشباب الافريقي، فانا ليا الشرف اكون الدفعه الاولى برنامج الرئاس الافريقي. فحقيقي الدوله المصريه اثبتت للعالم كله دعمها القوي جدا للشباب، والرئيس قالها بصوت عالي دمج الشباب مع الحكومات، فالطبيعي ان وزير الشباب يجدنا فعاليه زي دي ويهتم بالطاقات الشبابيه الكبيره ويكرم بعضهم ويهتم بمدينة حيوية وهي من أهم إنجازات الدولة المصرية، وهو حي الأسمرات اللي اهتم بالشعب المصري وحس باحتياجاتهم، وفر لهم حاجة نموذج متطور كبير جدا لمكان يعيشوا فيه، يتوفر فيه كل الحاجات، وطبعا من ضمنهم المدينة الرياضية اللي ما شاء الله خدنا جولة فيها الصبح مع رئيس حي الأسمرات وشوفنا قد ايه فيها كل الامكانيات ان توفر للشباب دول ان هم قد ايه يقدروا يحصل لهم يعني رياضيا وكل حاجه ثقافيا وتاهيليا يحصل لهم تغيير كلي وجذري. احنا النهارده في وسط المدينه الشبابيه في الأسمرات، اعتقد صرح رياضي كبير جدا 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 الدوله بتقدمه لاهالي المكان بالكامل. حي الأسمرات هو عبارة عن تجمع لعدد من الأحياء اللي كانت موجودة في القاهرة بصور مختلفة. النهاردة الناس دي بتلاقي ليها مكان تستحق أن تبقى موجودة فيه فعلا، تمارس فيه أنشطتها. المكان ده بيتسع لجميع الأنشطة سواء الثقافية أو الرياضية. رسالة الدولة تكمل النهاردة أن الشباب لازم يقول له يلاقي مكان يقدر يشتغل فيه ويقدر أنه يكون له وجود فيه. النهاردة الدولة بتديك إليها، انت صاحب القرار، حابب تمد ايديك في ايد الدوله وتتجاوب وتشوف الصح ايه والغلط ايه وتبقى مؤهل لكده، ولا حابب تسيب نفسك ان اي حد يلعب بدماغك ويشتغل عليك ويقدر يستقطبك في اتجاه مش صح. النهارده الدور دور الشاب مش دور الدوله، الدوله عملت اللي عليها، بتمد ايديها بالفعل، والفعل مش كلام. انتوا في وسط النهارده شايفين المكان كله عامل ازاي، اعتقد ده اكبر رد على اي حاجه. يعني اليوم النهارده صراحه هو يوم رائع للغايه، نخبة كبيرة قوي من الشباب متواجدة النهاردة في رعاية وزير الشباب. طبعا زي ما حضرتك شايف كل يوم الأنشطة الرياضية بتثبت ان هي ليها مكانة وليها دور مهم جدا، بيلفت ليه الانتباه من خلال جميع الدول اللي حوالينا، من خلال الأنشطة الرياضية اللي بتتقدم. عندنا أكتر من نشاط رياضي بيتقدم، وطبعا ده في رعاية وزير الشباب. النهاردة سعيد جدا بالحضور اللي موجود، سعيد جدا بالمكان المقام عليه الحدث نفسه، هي المدينة الرائعة دي. بنبص حوالينا يمين وشمال بنشوف لمسات جمالية رائعة، وبنتمنى الأفضل ومسار جيد لمصرنا الحبيبة مصرنا الغالية. حي الأسمرات حي ما شاء الله حاجة نقلة نوعية، غيرت المنطقة كلها من شمالها لجنوبها، حاجة ممتازة جدا. وطبعا بندعو كل القائمين على العمل ده بأنهم دايما يستمروا، وبرضو الشباب إن شاء الله معهم في المسيرة دي بإذن الله. أنا شايف بعد اللي الدولة عملته ده من الأعمال الجبارة دي، إن الشباب لازم يتجهم ويهتمهم ويحافظوا على الأماكن الجميلة دي ويطوروا من أدائهم، وده شيء طبعا يحسب للدولة أولا. وإذا الشباب اهتموا بالأعمال دي وحافظوا عليها وطوروها هتحسب أيضا للشباب. حاجة جميلة جدا وحاجة تدعو للفخر، ويعني احنا طبعا يجب ان احنا ندعم السيد الرئيس، احنا كشباب ندعم فخامة الرئيس للمزيد من المشروعات القومية زي حي الأسمرات وغيرها اللي بتعمل في جميع المحافظات وعلى مستوى الجمهورية دلوقتي. وكمان لفت نظري هنا وجود الهلال الأحمر قايم بدور فعال جدا في توعية المواطنين وأخذ كل الحيطة والحذر تجاه المدعوين عشان يبقى الفعالية بشكل لائق
وبشكل محترم. الانتماء، الإحساس بأنه بلدنا دي محتاجة لنا ومحتاجة كل ذرة فينا وفي شبابنا وفي قوتنا وأمانة، بلدنا أمانة، وبلدنا كفاية أن في وسط كل الأحداث اللي بتحصل في المنطقة العربية أنت ماشي في مصر آمن ومطمن أيا كانت الظروف والصعوبات اللي بتقابلنا، أيا كان الشدائد اللي احنا فيها المادية أو الاقتصادية، كل ده ما يسويش لحظة أمان، ما يسويش لحظة أنك ماشي في الشارع أو نايم في بيتك مطمن. أدينا بنشوف الأحداث اللي حوالينا، مصر أمان وهتفضل طول عمرها أمان، والشباب عليهم إن هم يدعموا الأمان ده ويبذلوا كل مجهود وما يبخلوش بحاجة على مصر. وزي ما قلت كده يعني هنشوف هندي إيه لمصر. مصر تستاهل، مصر تستاهل كل خير مننا.